سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها مشكلة البسط على الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن. عبث وفوضى وانفلات، بذلك يمكن تلخيص المشهد الحاصل في العاصمة المؤقتة عدن، حالة غير مسبوقة في تاريخ المدينة من التشويه العمراني وأعمال البسط والبناء العشوائي والاستحواذ على أراضي الدولة والأملاك الخاصة. الانتهاكات طالت أيضا السواحل والمتنفسات الطبيعية والمعالم التاريخية كالصهاريج والمتحف الحربي وأراضي المملاح، حتى المقابر وأرض الصرف لم تسلم كذلك. الأسوأ في الموضوع أن المتهم الأول هم قيادات ومسؤولون، وكل الانتهاكات تقريبا تمت بحماية رسمية وبقوة السلاح. للحديث عن ذلك سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الشيخ أبو صقر الصقلدي، رئيس الهيئة الشعبية لمكافحة البسط وإزالة العشوائيات، وسيكون معنا عبر الهاتف أيضا من عدن المهندس بدر عبد العزيز، نائب رئيس لجنة أراضي بئر فضل المكلفة من قبل أصحاب العقود. ومن عدن أيضا سيكون معنا خالد الحميقاني، رئيس اللجنة التحضيرية لتجمع شباب عدن المستقل. إذن نبدأ الحديث بالترحيب بضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الشيخ أبو صقر الصقلدي. سيد أبو صقر، مساء الخير ومرحبا بك. مساء النور. مساء النور سيروك، جزاك الله خير شاني، حفظكم الله على هذه. أولا نشكركم على استضافتنا في هذه القناة، ونتمنى أن يعني يوصل صوتنا إلى من هم مسؤولون وأصحاب القرار في هذا المجال. حياك الله شيخ، لكن يعني لو في البداية تطلعنا عن يعني ما هي المشكلة وحيثياتها بشكل عام. أولا نحب نعرفكم عن الهيئة وظهورها في مدينة عدن. نعم. هي هيئة شعبية مستقلة. نعم. هيئة يعني من الشعب، لا لها أي اتجاه آخر ولا تحركها أي أداة أو حزب، هي شعبية مستقلة لا لها أي دور غير الضغط على الدولة أن تقوم في مهامها الذي قامت من أجله، وهو الحفاظ على محافظة عدن والأراضي والمدن وكذلك السواحل والمتنفسات وكذلك الحدائق وغيرها وغيرها من الحفاظ على التراث ومناطق التراث من المد العشوائي. والهيئة عندما لاحظنا أنه بسطوا على الشوارع وبسطوا على المتنفسات وبسطوا على الحدائق وسارت عدن الذي كنا كل إنسان يحلم أنها تكون في منظرها الجمالي، للأسف الشديد خرجت ناس لا يخافون الله من هذه الظاهرة، وهي البسط على الطرقات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الطريق حقها ولعن الله من غير منار الأرض. وهكذا يا أخي الكريم رحنا قمنا وبهذه الهيئة، وتشكلت ومن كل مديرية 5 أعضاء، ولها يعني مستشار قانوني ولها نائب ورئيس ولها سكرتير ولها إعلاميين ورئيسها الشيخ أبو صقر الصقلدي. نعم. ونحن قمنا بواجبنا الوطني، لا جهة تدعمنا ولا يعني رحنا هي قضية عادلة شيخ أبو صقر، يعني هي قضية عادلة ومنطلقها يعني وطني بحت، يعني أن يتم البسط على أراضي الدولة أو أراضي مخصصة لأناس ضعفاء. يعني تأسيس هيئة كهذه الهيئة لا تحتاج إلى داعم ولا تحتاج إلى حزب كي يستغلها. هنا منطلقكم يعني وطني بحت، ولكن يعني لو تضعنا في الصورة الكاملة لما ما الذي يحدث في عدن، يعني ما هي الأماكن التي تم البسط عليها
من هي الجهات؟ يعني ما هي أيضا ردود الحكومة والجهات المعنية؟ هذه الأمور أوضحها لنا إجمالا. حفظك الله أخي جاني. من ناحية البسط، أنا أقولها لك حقيقة، البسط على كثير من يعني عدن، لو قلت لك من لحج إلى عدن كامل، سواحل، حدائق، متنفسات، صهاريج، آثار، يعني متاحف، حتى وصلوا إلى المتحف، وصلوا إلى يعني الحدائق التي هي تتمنى الطفل أن يعيش في هذه الحديقة أو في هذه الروضة، شكل مخيف مخيف. وهذا أنا أقولها لكم حقيقة، هذا عمل ممنهجي، ما نخرجه عن هذا العمل، لأنه عمل ممنهج. كذلك يعني هذه الأمور تتحملها الدولة، ما في شك ولا ريب، هي المسؤولة، إمام الله وإمام خلق الله. لأن العشوائيات ظهرت في عام 94، في من 94 وما فوق بدأت تظهر هذا البسط والسطو على الأراضي والأخذ الهكتارات باسم فلان وباسم علان، يعني. وأكبر فضيحة الذي نعتبرها، أنا أعتبرها جريمة في حق الشعب العدني بالذات بأبناء عدن، لأنهم الفئة المسحوقة، الفئة التي بحاجة إلى أن نقوم مع هذه الفئة. يعني ما قدرت الدولة أن تفك يعني مخططات لأبناء عدن. الآن أبناء عدن بيبنون فوق الرصيف، بيبني فوق الداء، يعني مع 5 أولاد أين يعيش؟ أين يروح؟ لا يقدر على إيجارات، لا يقدر على ذا. يعني أنا أقولها لكم حقيقة، إذا ما نظرنا لأبناء عدن بالذات، هذه لا نستحق أن نكون على كرسي، لا يستحق أن يكون على كرسي بهذا الوقت الصعيب، بهذا الوقت التي أمس الحاجة أن احنا نقوم مع أبناء عدن وأخواننا في عدن. كثير من المناطق نعم الله عليهم في المال، لكن مثل هذه الفئة يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، كذلك محاسبة كل صغير وكبير. أما قضية أن احنا نتلاحق وراء الضعيف والكبير متستر عليه أو معانا عطغم ومعانا هنجمة في هذه البلاد، يعلم أنه في قضاء، في دولة، في نظام، في قانون بيكون، يجب على الجميع أن يحرص كل الحرص على النظام والأمن والأمان، ويعني هذا الذي يتمناه المواطن. لكن يا أخي الكريم، ربطوا السياسة في مستحقات الشعب، ربطوا السياسة بالبترول، ربطوا السياسة بالمياه، ربطوا السياسة في يعني الكهرباء، ربطوا السياسة في بكل شيء. هذا لا بالله يبنون بلد. أنا طرحنا لهم المرة الأولى يعني فكرة على أنه نجعل السقف للوطن، هذا السقف يجب على الجميع، كل الكيبلات الذي بتشتغل بالداخل والخارج أن تعمل من أجل وطنها ومن أجل جميل. يعني شعبها. أما قضية وما فوق السقف يروحون يشرقون ولا يغربوا. جميل. إذن شيخ أبو صقر سأعود إليك، وأرحب الآن بضيفي من عدن، سينضم إلينا خالد الحميقاني رئيس اللجنة التحضيرية لتجمع شباب عدن المستقل، أحد المنظمين للوقفات الاحتجاجية التي يعني تندد بفوضى البسط على الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن. سيد خالد مساء الخير. سيد خالد هل تسمعني؟ نعم. إذن يبدو أن الاتصال بخالد الحميقاني لم يجهز بعد. أعود لضيفي عبر الأقمار السيد أو الشيخ أبو صقر الصقلدي. سيد أبو صقر، يعني أنت أشرت هنا لأنه نناشد الدولة ويجب على الدولة، والكثير من الاتهامات يعني تدور بأن أعمال البسط يعني تتم من قبل جهات مسؤولة في الدولة، ويعني بقوة السلاح، سلاح الدولة أيضا، كيف ترون؟ والله هذه الأمور أنا أقولها لك حقيقة، هذه الأمر هذا تتحمله الدولة، هي تعرف من الباسط وتعرف من صاحب الطغم، وتعرف، ما تجي تطالبني أنا كشعب، أنا سلمتها دولة، سلمتها وطن، سلمتها شعب على أن تكون أمينة علينا، تكون محامية لنا،
تقول ما تجي تسألني هذا السؤال حفظك الله. هذا السؤال يتوجه للدولة نفسها، يتوجه للأمن القومي الذي عارف من اللي بسط وعارف من اللي قتل وعارف من اللي صلح المشاكل داخل البلاد، ما يتوجه للشيخ. نعم، نحن لم نوجه لك السؤال يعني بصفتك كدولة، ولكن أنت ذكرت أن الدولة هي من تتحمل المسؤولية. كل التقارير وكل الحديث الذي يدور على البسط أن الدولة متسببة في هذا الجانب، يعني كيف يعني نناشد الدولة وهي سبب في هذه الفوضى المشاكل؟ هي اصلا هي الدولة. الان انا نزلت عند مديرية، نزلت كل المسؤولين درت عليهم من الوزير الى اصغر واحد، وكانت عندنا لقاءات معهم يعني، واتفقنا على امور ومشينا على نظافة عدن، واتفقنا على يعني على حملة ان تنزل للجميع بدون استثناء. من اللي عثر الحملة؟ ليش تعثرت الحملة؟ ليش أخذنا الحملة في البريقة وأخذنا الحملة في المنصورة وأخذنا الحملة في خور مكسر؟ ليش تعثر في خور مكسر؟ ليش تعثر في البريقة؟ ليش تعثر في المنصورة؟ ما السبب؟ كذلك صندوق النظافة لما نزيل الأشياء هذه ونهدم، ليش ما يحرك نفسه المحافظة؟ إذن وضحت فكرتك، يعني نتمنى من الأخ المنتج إذا استطاع أن يؤمن لنا أي شخص ممثل للدولة وللجهات الأمنية بالحديث في هذا الجانب. ولكن سأذهب الآن لضيفي من عدن السيد خالد الحميقاني، رئيس اللجنة التحضيرية لتجمع شباب عدن المستقل. سيد خالد، مساء الخير. مساء النور والعافية، وشكرا لك، ونرحب بكم وبكل مشاهدين الكرام. أهلا بك سيد خالد. يعني لو تضعنا بصورة عامة عن قضية أو مشكلة البسط العشوائي على أراضي الدولة وممتلكات الناس في العاصمة المؤقتة. عزيزي، ما يحدث في عدن طبعا على أساس أنه من كان يطرح الصورة واضحة من زاوية يعني كبيرة. ما يحدث في اليمن عموما وعدن على وجه الخصوص، تم الإعداد له مسبقا قبل إعلان عاصفة الحزب باعتبارها انطلاقة البدء في تنفيذ ما تم الإعداد له. قرار عاصفة الحزب هو قرار سعودي إماراتي، لم يكن لإنقاذ الشرعية إطلاقا، بل هو قطاع للسيطرة والتحكم في يعود إلى عدن قبل، وتحديدا قبل فترة تحرير مدينة عدن عندما كانت الميليشيات الفتية وقوات عفاش تسيطر على 3 مديريات قبل سقوط مديرية سواهي، والانتحال أبناء تلك المديريات إلى 4 مديريات أخرى. وبرغم الكثافة السكانية لتلك المديريات بسبب النزوح وغياب كام للحكومة الشرعية، إلا أن الشرعية كانت حاضرة موجودة ممثلة بالأستاذ نايف البكري، الذي في تلك الفترة كانت الخدمات متوفرة وقامت على يعني توفير الخدمات، وفي نفس الوقت قامت بتحمل المسؤولية من حتى من أوبئة. في ذلك الوقت انتشر حمى الضنك ووفرت الكهرباء والمياه برغم كثافة السكان ذاك الكم من الناس. توفير الخدمات في تلك الفترة الحرجة كانت أفضل بكثير من بعد تحرير عدن والمحافظات الجنوبية. إحنا نتكلم على عدن بشكل خاص، بمعنى أن بعد هذا بعد تحرير عدن وضع على التحكم على زر القرار. المؤامرة هنا المؤامرة على عدن أكثر من أي محافظة في الجنوب أو في الشمال. بسبب موقعها الاستراتيجي من جهة، وتاريخها الأثري والسياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي إلى آخره، لأن عدن لكل ما ذكرته كانت هي الطليعة لهذا، المستهدفة هي عدن، ولكل ما يحدث فيه اليوم لأجل تغيير ديموغرافي جذري حتى في التركيبة الاجتماعية. يا عزيزي، ما يحدث اليوم في عدن يعني ليس طمس للمعالم التاريخية والأثرية
فقط، وإنما الطمس لهويتها وهويتها. طيب سيد خالد، أمام هذه المؤامرة الكبيرة التي تحدثت عنها، أمام هذه المؤامرة أين هي الدولة؟ عزيزي، الدولة هي مسلوبة القرار. نعم، هي مسلوبة القرار. لا يعني نحن قد نحمل الدولة، بسبب صمتها، أما بالنسبة لقرار ما فيش بيدها أي قرار، هي صامتة. وللأسف إذا كانت الدولة، وأنا أقولها للأسف، إن الرئيس عبد الرب المنصور يتحمل كل ما يحدث في عدن، يتحملها الرئيس عبد الرب المنصور. هذا المفروض إنه كان بعد تحرير عدن كان ينزل هو وحكومته إلى عدن ويقوم بمباشرة حكومته ويباشر السيادة اليمنية من داخل المعاشير، من داخل العاصمة المؤقتة. تواجده في 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 الرياض هو ما جعل التحالف أن يصنع ميليشيات، وأن يصنع يعني تكتلات، مع يعني كل حتى الجرائم التي تقع في عدن هي جريمة منظمة، ليس جريمة انفرادية أو مجموعات، وهي يعني بدعم دول. الجريمة التي تحدث في عدن من جرائم قتل، من جرائم طمس، من جرائم بسط، من جرائم نهب. المنطقة الحرة اليوم ليست موجودة أصلا على الخريطة، أصبحت مناطق عشوائية المنطقة الحرة. نعم. عدن أنت يعني عدن نعم. بمعنى الكلمة يعني كمدينة. إذن ابقى معي سيد. كمدينة مدنية انتهت. نعم، إذا ابقى معي، سأعود للنقاش معك بكثير من الأمور، ولكن أذهب الآن للشيخ أبو صقر الصقلدي. شيخ أبو صقر، يعني لو أتينا بالسؤال، من هو الذي يقف وراء أعمال البسط يعني بالمعظم؟ هل يمكن القول أن المواطنون من يقومون بالبسط، أم مشايخ ومتنفذين، أم قيادات في المقاومة أو الجيش، أم مسؤولون في الدولة؟ في المعظم من هم؟ أخي الكريم حفظك الله، أنا أقول من ناحية العشوائيات التي حاصلة، وكذلك البسط الآن على المملاح وعلى غيرها وغيرها، إلا من ناحية المتنفذين، هم عملهم طبعا أخذ أراضي واسعة، لكن بطريقة أنه يبني بحضارة بحاجة يعني نظام، بحاجة منظر جمالي. لكن احنا نقول انت بسطك على ارض واستلبكها بغير يعني الله اعلم يعني باخذ كذا ولا. احنا بنتكلم عن امور عشوائيات، عموم اراء يعني عمل غير يعني غير 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 نظامي. نعم. يعني بشكل يعني مخيف. المسؤوليه عن هذا الكلام كل اداره مسؤوله عن عملها، لكن لما تروح عند المسؤول هذا اللي هو مدير الأشغال في المديرية، مدير الأشغال المحافظة، يعني بيشتكي بيقول لك صندوق النظافة، تجي تقول له المردود الدخل المديرية كل واحد يعني كأن الإنسان بيتهرب من مسؤوليته. طيب يا أخي الكريم، أنت رئيس دولة، أنت رئيس وزراء، أنت وزير داخلية، أنت يا أخي إيش معانا جالسين لنا داخل الخليج جالسة؟ تعالوا ادخلوا بلدكم، كذلك أنتم في تركيا في غيرها، تعالوا هنا، تعالوا اشتغلوا، إيش اللي يخوفكم؟ هذه الكاتمات الصوت وكلام فارغ، هذا ماشي بتخوفنا. نعم، لكن هنا في وطننا نشتغل ونصارع نصارع الباطل. هناك شيخ أبو صقر، نجلس نحن في الخليج، شيخ أبو صقر، نحن نتحدث هنا، أكمل كلامي، ما زال نحن نتحدث هنا عن مسؤولون، يعني لا نخاطب إعلاميين أو مواطنون مقيمين في مصر أو في القاهرة نقول لهم عودوا. نحن نتحدث هنا عن من يتحمل المسؤولية، يعني لا نخاطب مواطنين أو إعلاميين في مصر أو في القاهرة أو في أي دولة، نقول أين أنتم؟ أبغاك تتحمل هموم الشعب، أبغاك تتحمل هموم عدن، لكن لا تسيس المسألة. المسألة هي عمل. لم من المسؤول؟ هي مسؤولية الشرعية، مسؤولية الانتقالي، مسؤولية. نعم. الأحزاب الموجودة. نحن نتساءل أين مسؤوليتهم؟ يعني نحن هنا لم نسيس الموضوع. شيخ أبو صقر، نحن هنا لم نتحدث بالسياسة ولم نسيس الموضوع، نحن نقول من المسؤول عن هذا الأمر؟ يعني إذا كانت الشرعية تتعذر بأنها ليس لديها سلطة وليس لديها قدرة، دعني أكمل حديثي. نحن نقول المسؤولة هي الدولة.
طيب دعني أكمل الحديث وتحدث أنت. يعني نحن نقول إذا كانت الشرعية تقول أنها ليس لديها قدرة لضبط الأوضاع في عدن كونها يعني محاربة ولا تجد يعني الوضع الملائم للقيام بدورها، نتحدث عن الجهات التي تقول هي أولى بعدن وهي من يهمها مصلحة عدن، أين هي اليوم من ما يحدث وليس مزايد الأمر؟ أخي الكريم حفظك الله، إذا كانت الشرعية بتقول هذا الكلام على لسانك، أنا أتكلم الآن على لسانك أنت كمذيع، بتقول إن الشرعية متخلية عن عملها هذه أو يعني إنها لا يعقل أنك أول مرة تسمع هذا الحديث. هي تتحدث دائما بأنها معطلة في العاصمة المؤقتة عدن ولا تستطيع العمل. ما زال لحظة، إحنا بنتكلم، هي بتقول إحنا تحت البند السابع ورحنا من هذا الكلام، من اللي رمانا تحت البند السابع؟ من اللي جاي يصلح لنا العشوائيات؟ من اللي قتل أبناء عدن؟ طيب. من اللي قتل القيادات؟ من المن من؟ نبغى طيب من يسيطر على عدن اليوم؟ نخرج ما في قلوبنا. طيب. من يسيطر على عدن اليوم ومن يتحمل مسؤوليتها؟ من يسيطر على عدن؟ من يسيطر على عدن ومن يتحمل مسؤوليتها؟ شوف أنا أقولها لك، التحالف يتحمل، التحالف يتحمل أي شيء يحصل في البلاد، لأنه هو المسؤول. جميل. وهو القائم على إدارة عدن وإدارة اليمن. جميل، إذن تكرم البقاء معي. نذهب الآن لمشاهدينا لمشاهدة هذا أو هذه التصريحات من العاصمة المؤقتة عدن حول أعمال البسط الحاصلة في هذه المدينة، نشاهدها سويا ومن ثم نعود. من المؤسف جدا أن اليوم عدن تتعرض لعملية بسط عشوائي بشكل غير عادي. للأسف هناك أشخاص يمارسون عملية البسط بالمتنفسات، هنا الصهاريج، المتحف الوطني. اليوم الأطفال لا يجدون أن يلعبوا في الحافات والحواري، ولهذا نطلب من الجهات المسؤولة إلى وقف هذا العبث الغير مسؤول بمدينة عدن. عدن اليوم تتعرض لنهب غير عادي بسبب بعض الفاسدين. عملية البسط العشوائي طالت على الأماكن العامة والمتنفسات والأماكن الأثرية والتاريخية في عدن. في الآونة الأخيرة شهدتها عدن بعد الحرب توجد سلبيات كثيرة، من ضمنها البسط العشوائي على الأماكن العامة والخاصة والمتنفسات المتنزهات، وبذلك يعني ظاهرة سيئة جدا. طبعا في الفترة الأخيرة لاحظنا البسط في مدينة عدن بشكل جنوني، طالت الأماكن التاريخية والأماكن السياحية، آخرها كان المتحف الحربي وصهاريج عدن، والله أعلم إيش القادم. طبعا نحن نتمنى من الدولة النظر في ذلك الموضوع لردع هؤلاء الباسطين لترك الأماكن لترك لنا أماكن متنفسات ممكن بناء. إذن مشاهدين هذا كان استطلاع من العاصمة المؤقتة عدن، وأعود الآن لضيفي مرة أخرى عبر الأقمار الاصطناعية السيد أبو أو الشيخ أبو صقر الصقلدي. يعني الشيخ أبو صقر، يعني في مسألة السياسة وما تحدثت عنها منذ قليل، يعني إحنا نحن عندما نوصف المشكلة لا يعني ذلك أن هناك حديث في السياسة أو أغراض سياسية. نحن طالما فتحنا هذا الموضوع وفتحنا هذه الحلقة يجب أن نتحدث بكل الأمور بكل شفافية وبسقف مفتوح. يعني إذا كان الشرعية تتحمل مسؤولية يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وإذا كان الانتقالي يتحمل مسؤولية يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة. هنا هذا هو سقف حديثنا، ولا يعني ليس لدينا مشكلة مع أحد، ولم نأتي هنا لنهاجم أحد. فالسؤال هنا، لماذا عدن بالتحديد؟ لا بيكون مهاجمة، بيكون مهاجمة. كيف ما تكون مهاجمة؟ بيكون مهاجمة إذا فتحتوا هذا الباب، يجب أن تفتح هذا الباب لنا الجميع، بس بدون كاتمات صوت. طب تفضل تحدث، يعني لم نقاطعك بكلمة واحدة، تحدث بما لديك. نحن بنتكلم حول إقامة يعني دولة أن تقوم بواجبها القانوني المشروع الذي طلعت من أجله، وهو تنظيف عدن من هذه المصائب والمشاكل والبسط العشوائي والمنظر القبيح التي وصلت إلى الطرقات، وصلت إلى الحدائق، وصلت إلى الجولات، وصلت إلى الأرصفة، وصلت إلى يعني شيء يعني مخيف، شيء والله تطيق ما تطيق النفس يا أخي. جميل. يجب علينا أن نتحرك يا أخوة. شيخ أبو صقر، يعني مشروع الهيئة يتحرك، الدولة تتحرك. نعم طيب شيخ أبو صقر، مشروع الهيئة لم يكن منذ أمس
امس او قبل امس يعني مشروع يعني لديكم نضال مستمر منذ يعني فتره طويله في مساله متابعه قضيه الاراضي، ولديكم تواصلات مع الدوله، ما الذي تم وما هي الردود؟ مشروعنا من بدايتها وتعرضنا الى تهديدات وتعرضنا طيب. الى يعني امور وللان اقولها لك الدوله ما تبغى تشير عنا، للان ما تبغى تشير عن الهيئه ومحاربه طبعا. للهيئه بالنسبه للدوله بماذا ترد عليكم يعني بتخاطبكم معها بشكل متواصل منذ بدايه الازمه وحتى اليوم؟ بدايتها صراحه كانت في بادره طيبه حصلت من الوزير واشترى شيول بخمسين مليون وكذلك يعني أطقم وهكذا، بس بعدها صراحة إيش اللي غير الوضع ما أدري، هذا الراجع يجاوب عليه الميسري، هو نفسه عارف إيش اللي جميل. عارف يعني الهيئة جميل. إذن الهيئة ابقى معي، يعني نحن كنا نأمل أن يتم مشاركتنا في هذه الحلقة جهة مسؤولة في الدولة، ولكن كما يخبرني المنتج الآن أنه لا يوجد رد من أي جهة مسؤولة حتى اللحظة لتوضح للناس ما الذي يحدث بالضبط. وأرحب الآن بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن المهندس بدر عبد العزيز نائب رئيس لجنة أراضي بئر فضل المكلفة من قبل أصحاب العقود. سيد بدر مساء الخير. مساء النور وشكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد بدر، يعني لو تضعنا في صورة كاملة عما يحدث في عدن. والله يعني دوري محوري ويتكلم عن البسط على أراضي بئر فضل. تفضل عن المنطقة التي يعني أنت معني بها، يعني ضعنا في الصورة الكاملة فيها كل ما يجري في بئر فضل. طبعا البسط ونهب وعبث على أراضي المواطنين سببه الرئيسي المسؤولين الفاسدين في هيئة الأراضي. نعم. وكذلك ويعني بما قاموا به من صرف عقود لأراضي تم صرفها من قبل المواطنين. وكذلك باعوا أغلب المتنفسات والمواقع الخدمية للمتنفذين. نعم، يعني الفساد القائم في هذه المنطقة المسؤول عنها هم مسؤولون في هيئة الأراضي كما أفهم منك. نعم. نعم نعم، هم مسؤول هيئة الأراضي، هم مسؤولين مباشرين عليها، وهم نعم. من عبث وسمح للباسطين بالعبث في أراضينا لأنهم تأخروا في تسليم الأراضي لنا 30 سنة، ونحن نطالب وأكثر من وقفة احتجاجية أمام مكتب المحافظ وأمام هيئة الأراضي، والجميع يشهد بهذا الكلام. نعم، من الذي يشجع على هذه الأعمال يعني أو يعني على من يدعم هؤلاء المسؤولون في الهيئة؟ الأمن. ناس متنفذين كبار في الأمن هم الذين شجعوا على هذا الكلام، وللأسف الشديد يعني محمي من رجال أمن كبار. أراضينا تبسط يوميا ولا استجابة من محافظ أو رئيس الهيئة العامة الأراضي أو فروعها في عدن. أراضينا نعم. تبسط يوميا تمام أمام أنظر عيون الناس. نعم، إذن ابقى معي سيد بدر وأعود هنا مرة أخرى للشيخ أبو صقر. الشيخ أبو صقر، لعلك استمعت لحديث المهندس بدر عبد العزيز نعم. نائب رئيس نعم. لجنة أراضي بئر فضل، يعني نعم. يتحدث بأن هناك مسؤولون في هيئة الأراضي هم من يمارسون الفساد ويبسطون على الأراضي ويزورون أيضا عقود ويهيئون الأجواء لعملية النهب والبسط الحاصل، يعني كيف يمكن التصدي لهذا الأمر؟ أخي الكريم، أولا وقبل كل شيء رحنا قبل يوم الخميس اجتمعنا مع الشاذلي وكان حول اللجنة اللي هي تسليم أصحاب العقود وهي في بئر فضل، واشتدت المسائل على أنه لابد من يعني إعطاء الناس حقوقها، كذلك المعروفة اللي هي بئر فضل، لكن احنا بنتكلم عن أراضي عدن كامل، ما جينا نكيفها على بئر فضل ولا جينا نكيفها على هذا، احنا بنتكلم عن يعني. مخططات عدن كامل، يعني القضية هي كبيرة، ولا المسألة يعني كل ما تجي تقول لهم عالقونا عالقوا القضايا عالقوا فكوا المخططات للفقراء للمساكين، يا أخي أنا أنادي من هذا المنبر من هذه القناة
إذا كان عند الدولة دم، إذا عند الدولة صدق مع الله ومع شعبها، تفك مخطط خاص لأبناء عدن، وهنا بتحتل المشكلة كلها. قضية المسألة أنه أخذ هذا فلان أرض وهذا فلان أرض وهذا أخذ مخطط كبير وهذا، ما رحنا حول هذا. يا أخي الشعب اليمني بتكفيه بالزيادة، الأراضي الحمد لله الخير واسع، بس يبقى له ترتيب، يبقى له نظام. نحن نقول اخرجوا لنا هذه الفئة المسحوقة، نظموها، اعطوها أراضيها، اعطوا مخططات. ليش توقف الأراضي يا رئيس؟ ليش تعطيت أمر بتوقيف الصرف؟ ليش؟ إيش السر بهذا؟ كيف الصرف والآن بتفتك مخططات؟ يعني من الجهات المسؤولة في عدن، وبيسلمون المتنفذين، وبيسلمون الآن بتبني الناس. أنا أشتي أفهم، هل الدولة صادقة مع شعبها؟ هل الدولة صادقة مع ربها؟ ولا مثلا بس يعني المسألة هي كله لعب وملعبة؟ يا أخي لا تتعبوا شعبنا، لا تتعبوا شعبنا. وهذا نداء يا دولتنا، اتقوا الله، اتقوا الله. يعني سركوا الآن عادكم في حالة يرثى لها. نعم، يجب عليكم أن تصححوا ما بين الله، ما بينكم وبين الله. كذلك قوموا وعملوا، عملوا فسير الله عملكم، اشتغلوا، صلحوا البلاد، وابعدوا المفاسدين، وابعدوا السرق والنصابين من هذه البلاد. يعني رحنا في حالة، ايش المانع انك يا دولة انك تفكين مخططات خاصة لأبناء عدن؟ ايش الممنوع؟ من هنا بنفك المشكلة. الذي بني على الرصيف من سبب 5 أطفال مع 4 أولاد يبغى يتزوج، وين بيذيه؟ بيرجع فوق الرصيف، بيرجع بيبني بالأرض، بيرجع بيبني بالسكة، بيرجع بيبني بالمتنفس. لكن أظن أنه ليس مبرر لأن يقوم بالبناء العشوائي ولا فكت المخططات. شيخ أبو صخر، لكن أظن أن هذا الأمر ليس مبرر. قامت بالبنون العشوائي بسبب هذا. كذلك الآن صاحب الكشك، ليش ما تفكون أسواق يعني شعبية لهؤلاء تلمونهم بدل ما بيبسطون أسط الأرض؟ ادخل لك أنت الشيخ عثمان، يعني شوارع مغلقة نهائياً، مغلعة بيبنون يعني بسطات. ليش ما تفكوا لهؤلاء الفقراء يعني مخططات، يعني أسواق شعبية ومنظمة؟ يا أخي ليش ما نكون رحنا مثل الخليج؟ إيش المانع؟ إيش المانع؟ يعني رحنا برزنا بالبندقية وبالمدفع على شعبنا، والناس يعني بتبني شعبها بالتي أحسن، بالحب وبالخير لشعبها. يا أخي عدن يشتي لها مدنية، عدن يشتي لها عقل مدني، عقل تجاري، عقل يعني ما يبغى لها واحد عسكري خارج لي من داخل الجبهات بالقتل والقتال وتبغى يبني وطن. العسكري يروح وزارة الدفاع، يروح الداخلية، ماشي لها بالمدنية. جميل، إذن تكرم بالبقاء معي شيخ أبو صخر. أعود للمهندس بدر عبد العزيز، يعني ما مصير هذه الأراضي سيد بدر في حال يعني حصل الناس الذين قاموا بالبسط والنهب على هذه الأراضي على أحكام قانونية وفرضوا أمر واقع؟ لا أخفيك سر الأخي العزيز، طبعا إحنا أكثر عملنا أكثر من اجتماع مع هيئة الأراضي، وحاولنا نشرح لهم كل ما يجري في بئر فضل، وهم عارفين تمام، ولكن للأسف الشديد في منهم متواطئين مع متنفذين كبار، باعوا متنفسات، باعوا المواقع الخدمية، ما طلوا في تسليم أراضي المواطنين. نحن لنا 30 عاما ونحن نطالب باستلام أراضينا تمام. أكثر من وقف احتجاجيات عملنا، يعني مطالبة لفخامة الرئيس، لكل من يهمه الأمر باستلام أراضينا التي لا زالت إلى حد هذا اليوم والبسط مستمر عليها. وقعنا، اضطرينا نوقع اتفاقية أمنية مع الشيخ محفوظ مقبل حفظ الله، الذي قام بحمايتنا وحماية أراضينا من البسط، وهو لا زال حتى هذه اللحظة وهو حامينا. قبل سنة ونص القائد شلال مدير أمن عدن عندما طلبناه قام بالواجب وأزال العشوائيات الموجودة في بئر فضل، وتدخلت جهات عليا ومنعته من الاستمرار في وقف العشوائيات الموجودة هناك. لماذا هذا الشيء يحصل؟ أنا أقولها صراحة، أحمل هيئة الأراضي تحميل مباشر
تأخير تسليم الأراضي، لأن هناك أشياء تطبخ في الفنادق وفي أماكن القاص، أماكن يعني هناك يعني عمل منهج من قبل فاسدين هيئة الأراضي في المماطلة في تسليم أراضينا، لأنه ما يحدث الآن كل تأخير محسوب علينا نحن لجنة الأراضي بالفضل، نحن اللي نعاني، نحن الذين بوجود الأمن الموجود هناك نطافح الباسطين والذين يبنون فقامة رئيس الجمهورية القائد شلال تمام الذي قام بالأدوار معنا لا ننكر جميله، قام بأكثر من مرة برسالتكم وحماية أراضينا. الشيخ محفوظ مقبل نفس الحكاية، قام يعني عندما وقعنا مع اتفاقية عمل لنا أتقم حماية في المواقع المهمة في بئر فضل، ولازلنا يعني تحت حماية الشيخ محفوظ بأتقم الشيخ القائد شلال. يعني الآن عمل قبل حوالي 10 أيام عملنا اجتماع مع هيئة الأراضي وعملنا وقفة احتجاجية على أساس أعطيناهم مهلة أسبوعين في حالة أنهم لم يتمكنوا أو أنهم ما طلوا في تسليم أراضينا سنضطر إلى النزول وسنحضر مهندسين معنا للنزول واستلام أراضينا بأنفسنا، وسنحمل هيئة الأراضي يعني هي المسؤول الأول بما يجري في بئر فضل. هيئة الأراضي وبالتحديد الفاسدين نرجو من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة العامة للأراضي أن يعمل حدثا كبيرا في هيئة الأراضي، لأن هناك فسادا غير عادي في هيئة الأراضي، وهناك فاسدين يشتغلون مع متنفذين لنهب أراضينا. لهذا نداء، هذا النداء الأخير لفخامة الرئيس ولمن يهمه الأمر. أراضينا استنزف يوميا ونحن منتظرين الردود من هيئة الأراضي، كل يوم وعود. المحافظ كأنه لم يكن موجودا، وعاده في الأخير عمل يعني وقف ضد أصحاب العقود بمنع المجلس المحلي من إصدار مذكرة لإزالة العشوائيات. نحمل كل من وقف وماطل في تسليم أراضي المواطنين، ونقول كفى عبثا بأراضي المواطنين في بئر فضل. نحن الآن منتظرين الرد من رئيس الهيئة العامة للأراضي الذي نزل مع الدكتور معين رئيس الوزراء تمام، وهو يشغل منصبين، منصب مدير مكتب رئيس الوزراء وكذلك الحال رئيس الهيئة العامة للأراضي. نحن الآن بانتظار المجهول، أراضينا استنزف يوميا ونحن نتحمل كل ما يجري في بئر فضل، والجهات المعنية تتفرغ وتسمع عليهم. وهذا نداء الأخير، بعد كذا سنضطر للنزول بعتقم من أين يعني استطعنا إحضارها، وكذلك سننزل المهندسين بتسليم مواطن أراضيهم، وسيتحمل كل ما يجري ومن مشاكل في أراضي بالفضل من هذا العمل هيئة الأراضي. شكرا جزيلا لكم أخواني. نعم، إذن وضحت الصورة، شكرا لك المهندس أبو أو بدر عبد العزيز، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا يعني نعتذر بعدم عودة ضيفنا الآخر خالد الحميقاني رئيس اللجنة التحضيرية لتجمع شباب عدن المستقل لأسباب متعلقة بالاتصالات، لم يعد إلينا مؤخرا. أعود هنا لضيفي الشيخ أبو صقر. شيخ أبو صقر، يعني لو تحدثنا عن الأعيان في عدن وعن مثلا المجلس الانتقالي، يعني بتقصير الدولة وعدم قيامها بأي شيء بعد تخاطبكم معها، هذه الجهات هل تخاطبتم معها وهل كان لها دور أو موقف بما يحدث؟ نحن نعم، جلست معها جلسة مع الأخ أحمد لملس، وكان لقاء طيب، وحقيقة بكل شفافية قال هذه مسؤولية الدولة، لا نخلط الأوراق في هذه الأعمال، نحن ندعم نوقف نساعد في هذه الأمور، لكن هذه مسؤولية الدولة تقوم في واجبها، وهو الصح أن الدولة هي الذي تقوم فيها الأشغال، مدير المديرية، مدير الأشغال، كذلك رئاسة الوزراء. القرارات لابد يكون قرار جماعي من رئاسة الوزراء في إزالة في أمور أشياء كبيرة، لكن
الآن نحن بالنادي يا أخوة، المسألة هل نبغى نبني ولا نهدم؟ هنا السؤال. إذا كان نحن نبغى نهدم قد هي مهدومة وش عاد باغي، لكن نحن بنقول البناء يا أخوة، نبني وطننا، نتعاون فيما بيننا، نحاول الانتقالي والشرعي يسدوا فيما بينهم، هو عمل وطني، عمل يهم المواطن. أسألكم بالله، هؤلاء المواطنين الذين هم واقفين في الشوارع في اللوحات وبينددون، ويعني وجاءتهم الغيرة وجاءتهم الحرقة على يعني المتنفسات، وجاءتهم الحرقة على يعني المتحف، وجاءتهم الحرقة على يعني الصهاريج وغيرها 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 والحدائق يعني، والدولة ما حركت ساكن، هذه جريمة والله. طيب الشيخ أبو صقر، هناك عودة للدولة مؤخرا بعد الاتفاق، حفظك الله يا أخي الكريم. كذلك يا أخي يجب علينا نحل مشاكل المواطنين، نجيب معالجة معالجة، نشتي معالجة ما نشتي هدم، هدم بدون معالجة ما نشتي هذا الكلام. طيب يعني الآن هناك اتفاق مؤخرا، لكن لما تهدم عليه وين يروح؟ اتفاق مؤخرا تم بين الانتقالي والدولة، وهنا يعني يراها الكثير بأنها بادرة خير، ويعني يأمل الجميع بأن تعود الأمور إلى نصابها وتتحسن الأوضاع في العاصمة عدن، يعني بعودة رئيس الوزراء حاليا، يعني أنتم كمعنيون في يعني مشكلة الأراضي، ما هي أولوياتكم في التعامل والتخاطب مع الدولة بعد العودة مؤخرا؟ والله هذه من ناحية إعادة الدولة هنا، أولا نقول نسأل الله أن يجنب عدن الفتنة، ومن ناحية إعادة الدولة هذه أدعو الدولة وأدعو الانتقالي إلى ضبط النفس فيما بينهم، والعمل الوحدوي الذي يبني وطن واحد، وانتبهوا للعهد الذي بينكم، لا حد ينقض العهد، لأن العهد نكون مسؤولين عليه إمام الله وإمام خلق الله، لا نجي ننقض العهود ونردها مكايدات سياسية وبعدين نرجع زي ما أول، المسؤول فلان المسؤول فلان. نحن نقول المسؤول هو عبد ربه منصور ورئاسة الوزراء والانتقالي، هم المسؤولون عن عدن وعن اليمن كامل. طيب يتحملوا مسؤولية، عندهم القدرة ما لم يسلموا المفاتيح ويجلسون لهم في فنادقهم. شيخ أبو صقر، هذه الجهات إذا لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة من حيث الانتقال وأيضا الدولة في ضبط الوضع في عدن وإيقاف هذه الفوضى والعبث الحاصل، يعني ما هي أدواتكم للتصدي لهذا أو للعبث والفوضى الحاصل في قضية الأراضي؟ والله شوف، نحن من ناحية رحنا هي الهيئات الشعبية المواطنين، رحنا نقوم في واجبنا الذي قمنا فيه في عهد الظلام، في عهد يعني أمور زي ما رحنا نقوم نندد ونصحيح ونطرق على البواب القيادات ونحاول قدر ما نستطيع، والأمر هو لله من قبل ومن بعد، ونقول للظالم ونقول للمتلاعب ونقول للفاسد ونقول أعلم علم اليقين أن احنا خصماؤك يوم القيامة. هؤلاء المساكين الذين هم مرتمين في الطرقات ومرتمين بالأرصفة ومرتمين بالمستشفيات بدون علاجات ومرتمين، أنت مسؤول عليهم يوم القيامة، ويجب عليك أن يعني تعد جوابا بين يدين الله، لا تعد جوابا عند أمريكا. أشكرك جزيل الشكر الشيخ أبو صقر الصقلدي، رئيس الهيئة الشعبية لمكافحة البسط وإزالة العشوائيات، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج ومعد هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.